ابن القيم رحمة الله عليه صنف كتابا عظيما في مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، سماه جلاء الأفهام في فضل الصلاة في الصلاة والسلام على خير الأنام، وقد ذكر 40 فائدة أذكرها على عجالة. ذكر رحمة الله عليه أولا امتثال أمر الله عز وجل، ثانيا موافقة الله سبحانه وتعالى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثالثا موافقة الملائكة فيها، رابعا الحصول على 10 صلوات من الله تعالى لمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، خامسا أن يرفع العبد بها 10 درجات، سادسا أنه يكتب له بها 10 حسنات، سابعا أنه يمحى عنه بها 10 سيئات، ثامنا أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه، تاسعا أنها سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عاشرا أنها سبب لغفران الذنوب، 11 أنها سبب لكفاية الله سبحانه وتعالى العبد ما أهمه، 12 أنها سبب لقرب العبد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، 13 أنها تقوم مقام الصدقة لدى العسرة، 14 أنها سبب لقضاء الحوائج، 15 أنها سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته عليه، 16 أنها زكاة للمصلي وطهارة له، 17 أنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته، 18 أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة، 19 أنها سبب لتذكر العبد ما نسيه، 20 أنها سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي والمسلم عليه، 21 أنها سبب لطيب المجلس فلا يعود حسرة على أهله يوم القيامة، 22 أنها سبب لنفي الفقر، 23 أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره، 24 أنها سبب للنجاة من الدعاء عليه برغم الأنف، 25 أنها سبب لسلوك طريق الجنة لأنها ترمي بصاحبها على طريق الجنة، 26 أنها تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، 27 سبب لتمام الكلام الذي ابتدأ بحمد الله والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام، 28 أنها سبب لكثرة نور العبد على الصراط ووفرته، 29 أنه يخرج بها العبد عن الجفاء، يخرج العبد عن الجفاء إذا أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، 30 أنها سبب لإبقاء الله تعالى الثناء الحسن للمصلي عليه بين السماء والأرض، 31 سبب البركة، أنها سبب البركة في ذات المصلي وعمله وعمره وأسباب مصالحه، 32 أنها سبب لنيل رحمة الله للعبد، 33 أنها سبب لدوام محبته للرسول عليه الصلاة والسلام وزيادة ذلك ومضاعفته، 34 أنها سبب لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم للمصلي عليه، 35 أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه، 36 أنها سبب لعرض اسم المصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكره عنده، 37 أنها سبب لتثبيت القدم على الصراط والجواز عليه، 38 أن الصلاة عليه أداء لأقل القليل من حقه صلى الله عليه وسلم، 39 أنها منتظمة لذكر الله تعالى وشكره ومعرفة إنعامه على عباده برسالته صلى الله عليه وسلم، و40 أنها دعاء بحيث يسأل العبد ربه تبارك وتعالى أن يثني على خليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم ويزيد في تشريفه وتكريمه وإيثار ذكره ورفعه.